لأنكم تعرفون بأنني أنا في الحقيقة لست أدري ماذا يحدث غدا أو بعد غد. لا والله تبارك وتعالى يتولى، لأن حتى الرقابة القضائية التي نحن فيها الآن هي رقابة قضائية من نوع خاص. أغلب اللي أعطاهم رقابة قضائية منذ كانت الرقابة القضائية لا يخرج فقط من الوطن، فقط بمعنى يتنقل في الولايات، يذهب إلى أي مكان، وما عندوش سيارات أمنية تتبعه، تمنعه من الصلاة، تمنعه من العبد الضعيف إلى الله تبارك وتعالى. داروا لي رقابة قضائية مش موجودة أصلا في القانون، يقول لك ما تخرجش من الدائرة نتاع حسين داير. وين صارت هذه؟ ما تروحش حتى لدار خوك ولا دار عمك ولا دار الناس كذا، ما تروحش، ما تروح تصلي، ما تروح جنازة، ما تروح كذا، وين صار هذا؟ حتى الرقابة القضائية غير قانونية، أصلها غير قانوني. رقابة قضائية روح سني وعندك ما تخرجش من الوطن فقط. يعني نستطيع نروح لأي ولاية شرقا أو غربا شمالا أو جنوبا حر. لا، أنا الآن ما نجيبش ندخل باب الواد، ما نجيبش ندخل الحراش، ما نجيبش ندخل بن جراح، بن جراح نعم، ما نجيبش ندخل بالكور أو الماي، يعني ما هذا؟ كاين واحد هيا أنتم حتى بعض المحامين قالوا عمرنا ما شفنا رقابة قضائية مثل هذه، عمرنا. سألتهم هذا قانون موجود؟ قال لك يا ما كانش قانون. الرقابة القضائية يعني تروح تمشي في أي ولاية وما كانش هذه الرقابة في حسين داي، ما كانش واحد داروا له شيء هذا. وفي حسين داي ما عندكش وين تروح، وما تصليش وما تلاقاش وما ما معنى هذا؟ هذا استبداد وطغيان. كيف انا نعترف بهم ولا نسكت؟ ما نسكتش ونتكلم ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى، يكون في العمر بقيه. ظلم هذا واستبداد.